بعد باشر 30 نهار يا تبكي يومي يا تبكي يومك. عصام جيت باش نعلمك باش ما تقولش خويا غربيا بعد. اعمل اللي يظهر لك، ما عادش يهمني في شيء. باش نبيع الارض للمرتضى؟ بيع. باش تهبني راك تو انت كي قابل بالسهولة هذه باش نبيع الارض؟ علاش حياتك كامله وانت في العرك مع الراجل؟ حتى مرت لنا حياتنا وحياه صغارنا دمرتها. عدنان امشي ارض على مرتضى يشي الارض وتو تشوف 24 ساعه واحد واحد ويجيك يقولك بطلت. علاش؟ على خاطر لو كان يقبل يشي الارض يدقدقوه، ما عادش خليوه يضرب حتى ضربه في السوق، يسكروا عليه البيبان الكل. ماكش تقولي شيخ مجمع هذا؟ ما قولي شنو ما يخدموش الناس هذا، هما سبالة بتاع البلاد. سلع اللي قالوا لي اللي قال كل عندهم، اللي يرضوا عليه خليوه ياكل خبزة، واللي يدوروا عليه بالأحمر يتحرق. في بالك حكايتك ما تدخلش المخ؟ عدنان فازي بيع المرتضى، كان قالك نشري ما عندك وشد صحيح، تو تسمعش باش يصير له. اللي يصير له خلي يصير له، كي لا يديابل. أروى ما صدقتنيش كيف قتل أنت لباس. وانت منين عرفت يا حايدة؟ أسرار دولة. عايشة أسرار دولة، يا أخي مش خليتك بطلت من الأكاديمية؟ هو اللي حاب يخدم البلاد، ينجم يخدمها من وسط الأكاديمية ولا من البررة. صحيح. أسامة أنت مازلت مطولة هذه الميسيون تاعك؟ دورة مها السالح تطرف، برشا عباد مرتين في القضايا والكلها تغطي على بعضها. بربي وسيمة فما حاجة منش فهمتها، قلت لي ما اللي فات. شنية؟ تفكر وقتها قلت لي تعرف فات المين؟ اي وقلت لي لازمهم يقعدوا مركزين في حكايتها هي، قالوا شنو باش نجمو تكملوا الميسيون تاعك هكا ولا؟ صحيح. اي وسامحني فات شنو مدخلها في هذا كل؟ فما شكون من العائلة متاعنا مورط في القضايا. شنو؟ تحكي بجدك انت ولا تفضلك؟ با؟ لا لا. عمك عصام والحاج الهاشمي يخدموا مع ريزو مخطر برشا. استنى استنى، تعرف كي كنت في ارض العقبه شفت حاجات غريبه على الاخر. انت حتى من الحاج الهاشمي فما بقايا حرم علينا نحط فيهم سقايا. بقايا شنو؟ ديموس. كل مره فما حاجه تدخل وتخرج، ها مره كمين ها مره عليلش، واللي قرب له يشدوه بالوقت. انت حاطين فيه ناس تعس. وسيمة شبيك استلبست؟ يظهر لي كان اللي تحكيو فيه صحيح، مزمر عليهم. مقويك جبتهم للتيران تاعك فينالمون. زعما يجيب بروبوزيسيون صحيحة؟ سي سي الكا، قداش تعطيني؟ اقعد اقعد،
نعطيك اللي تحب. مشيت معك. مرحبا بيك سي عدنان، تفضل. من غير ما نطولها مرتضى، نعطيك الأرض، تعطيني رامي. رامي؟ أو طلع غالي في باليش. راجل بنتي، كان أنت مستغنى عليا أنا حاجتي بيه. مبروك عليك. ولفة. إيش بيها ولفة؟ ما هي عندكم. ما كنتي راهنها. شنو مطلوب؟ طايح القضية. القضية مانيش أنا اللي شاكي. شريكي الفرنساوي هو اللي شاكي. يا سيدي شو المناس انك تنحي لي زاكسيون تاعك واحنا نحيو لي زاكسيون تاعنا. فكره. موافق؟ موافق. حاجه اخرى. تفضل سيدي. حاجتي فلوس. قديش؟ 500,000 دينار. غدوه الصباح تجيب كونتراتو مصحح مسجل في القباضه، تلقى الشيك ومعاهم رامي. مقواك تحب كيس؟ نو ميرسي. الو، وي عندي جديد. ايه اوكي واضح واضح. كلمبوك. وي يا بابا. يوسف كلم الجماعة قول لهم غدوة ماكسيموم يكون الفلوس عندكم. اي تصرفت تصرفت. أميرة آخر مرة باش نسألوك، جماعتك فاش تخدم بالضبط؟ من الآخر طيحنا دبوية تاع كونترا تبعينه، عندكش عليهم فكرة؟ ما نعرفش الدبوي تبعينهم ولا، اما حتى كان يطلعوا تبعينهم عندهم شكون يجي يهز عليهم الحكايه الكل ويخلصوهم. ما يقلقهمش. عمرك شي مره سمعتهم يحكيوا على دوامس؟ لا سمعتهمش يحكيوا على سلاح دروك. يخدموا في كل شيء، دي باسور، اي سلعه تحب تعديها من تونس يلزمك تعديها على ايديهم وتعطيهم الكوميسيون تاعهم. فهمتك. والسلعه اللي تدخل وتخرج من تونس ما يبقى منها شيء؟ ما تخيلش كان يلقاو بيع يقولوا لي. السنين الاخرى فما برشا سلعه كانت ما تدورش في تونس تو ولات موجوده ومطلوبه. ما نستغربش كان يكونوا هما الواسطه في دخولها. والسلعة اللي تدخل وتخرج من داموس؟ ما نعرفش، ما عندي حتى فكرة. أنا القلم الجديد اللي دخلوا فيه ما نعرف عليه شيء. أنا كنت نخدم معهم بلانشيمون أغناك مونوبول. بالحق حكاية السلاح والغبرة والكونترا ما عندي عليها حتى فكرة. خاتيني ليلى. كيفاش خاتيك؟ انت كنت في سوريا والعراق، اش مشيت تعمل؟ شوبينغ؟
اما ننزلش تعال ضو نحب نشوفها مش بيه لا ضو ضو امزلش ضو نحلو شبك شوية توحشتك مرحبا بيك ساعتين تفضل تفضل البنك عامله مجهود باش يلموا الموطور نسبيس تيك صح دي بريفيرونس تحل عندهم كونت ماك تعرف الفلوس السيوله ناقصه في البلاد والله في بالي السيوله موجوده كان كل واحد يصب الفلوس في البنكة طال البلاد تتحسن صحيح ما كي تمشي للبنك يقولوا لك من اين لك هذا قول لهم هذا من فضل ربي نجم تعيط لي راميه غاليه عيط الرامي قول له نسيب وحشته بيه تقصيت مرتضى باش نسالك وي علاه حياتك الكل شاد فيها الصحيح الارض هذا يا اخي ما تعرفش عصام خوك حياته كامله مكبش فيها الارض ما قالكش صحيح ما عمره ما حكى لي علاش سالش تضاويلي انت نخاف نقول لك تندم على البيعه خاطر السوم اللي بعت بيه ينجم يرجع في الصفقه برك مبروك عليك عايش مرتضى ما لقيتوش وين مشى نعرف عليه هنا تبشت مليح اسمع مرتضى الغدره لا مانيش ناوي نغدر كنت حاب امشي شوف وحدك في الدار اسمعني رامي ما باتش ليله في الدار تولي حسبه اخرى بيناتنا سي عدنان مانيش غدار كلمه رجال على خاطرك راجل ان شاء الله امشي للبنك تاو خذ فلوسك وتهنى على رامي تهنى وين؟ نعرف عليه انا لوشت مليح اي نمشي الكازي يظهر لي القناة ثنية باش نطيحوا ريزو كامل باهي ياسر يزلنا نسقوا مع بعضنا اي معلومه توصلكم عندي وهالي اسامه يزلنا نعملوا عليهم بريسيون فرد وقت انتم تشدوهم منا واحنا نفضحوهم ونشهروا بيهم باش ما ينجموش يتحركوا انفس لا ماك تعرف عاد كي تبدا قضيه راي عام وتبدا مسنوده بملف امني وتتنشر في الصحافه حد ما عاد ينجم يقول تشهير ولا تصفيه حسابات انا اول ما ناخذ موافقه على المداهمه نعلمك عمل علي وتهنى مانيش وحدي بقدره ربي الحرب ما تتحل عليهم كامل وجهات الكل مدام نجم جماعه هون شنو المشكل مرحبا بيهم يا اخي نسيت لي انا اون برينسيپ مرت عمك باش نسألك علاش انت وعمي ما خليتوش بعضكم كان خفينا بعضنا انا وعمك راني مانيش في الصحافه تو راني شاده الدار اما خير حسب رايك حسب رايي كمل لونكيت سكر الصحافه وشد الدار عز المعرفة أنا ما نعرفكش وعمري ما ريتك
الرسمي؟ شو؟ أنا وليلى عاقلة ونسمع الكلام. سخطوا لي بابا وصاني باش ما نحكيش مع الناس اللي ما نعرفهمش. قدش نحترم الأطفال اللي بدهم مرضين للوالدين. المدام اللي كنت معاها تعرفها؟ اون برانسيب مرت عمي. ويوا محلاها الفانت اللي عملتها. سي أسامة حاسك ستريسي شوية. تحب تاخذ شوية لوبيل ليبيا ينحي ستريس؟ ساعة ولو يقولوا اللي ليبيا بؤرة توتر. كيفاش نحي ستريس؟ موت على بؤرة التوتر. أنا التوتر بيدو. تعرف شي كيفاش؟ بعد ما تكمل تمغذها لوبانة بتاع ليبيا مضمض. لا بعد ما نمغذها لوبانة ليبيا باش نمغذ لوبانة أخرى. ملا مضمض. نعم مضمض. ملقينا هو شرامي. وين مشى الهم؟ ابعد غادي قلت لك ابعد. قلت غادي اقعد غادي. تحب تقتل بوك؟ انت مكسبو. انت حتى انسان ما تجيش. انت شيطان شيطان. كي انا شيطان اقتلني ماله بالك الارض تولي جنه. اضرب انزل 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 كان عندك قلب. اضرب اضرب. تعلى البلاد تحيا العباد وتبقى حرام.